دابا دابا فاش كن واحد العيبه غنقولها لكم ضروريه قبل ما نبدا في السكتش. واحد السيد جا للدار لقى مرتو حاطه العشاء، قال لها هذا الخبز بيت؟ قالت ليه لا، غيتعشى معنا وغيمشي. حيت الحياه لحظات ممتعه، امتع لحظه في الحياه هي تاخذ درهم ديال الزريعه وتبقى تاكل فيها وتجمع بزاف الحبات فيها. ودي اليوم تاكلهم دفعه واحده، كتحس براسك كليتي موت الزريعه. الوعريه تاخذ ديال دوك جوج دراهم اللي مسدوده ساشيه هي ديال الزريعه، وكتلقى وسط لوزه وجوج اكاجوات. واو قولفتو. الجميل في الامر هو مثلا فاش دابا مثلا فاش كنمشيو لشي بواط دو نوي، كتلقى دوك الدريات اي ديسك تلقى دي جي حافظه معاه، كدير اف سمانو اي جون كيدو بالو السيم لاكو، حافظه الديسك كامل. فاش كتمشي لدارهم بالليل، في حاله مشات لدارهم كتلقى ماماها حاطه لا طبيسيل في فخيط ديال الدجاج، شويه جلبانه وبطاطا، وكتنقر عليها بالداريجه. فين كنت يا البرهوشه؟ شو دابا داك المغني ديال الميريكان فاش كيبدا يغني اجون سيف، كيدخل قبل ما يبدا ما كيقولش موال، كيدخل تيقول لهم اي ويت هوم في باواي، الجمهور كله كيقول ليه يس يس يس، اي سوبر سكريبت باون هاد شارت، الجمهور تيقول ليه يس يس يس، وكيبدا اواتين يس 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 فرنا بولي ها فرنا يس 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 فرنا كنو نو 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 يس 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 سوريو فرنا دو دو دي ماشي ميريكانيين اصاحبي، كلهم تيقولوا يس وتيديروا لقطه واحده بحال هكا يس 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 يس، كلهم شاربين الفان حتى ال 21 لو 30 نكونفيرمي لكم ان شاء الله. وفي بلاصتهم يس يس يس، احنا واحد عندنا في عرس الا كان معمر لي الراس كاين لا يس لا اي هافنت لا يو سبيك لا والو، كترول في العرس كيحيد الميكرو المغني مارغريت فارقنا قعدتي في لا ميم. واحد شويه كيبدا يغني على الميم وصوته باح بالماء الحياه، ميم تي الميم ام وحده كتبكي ما تقلعوش ليه الميكرو راه غابوها لي. اللي بوهالي تيشرب بيطه ديال البوهاله على القضيه. حنا في الغناء عندنا في شكل مثلا دابا داودي ماشي بحال بورغون، بورغون ظريف، بورغون ديما في الاغاني ديالو تيقول شحال سنيتك ما جيتي، باقي اليومين هذا ما جاتش وكيغني على ظريف. داودي في الاغاني ديالو ديما مظلوم مريقل، الاخر قال له حسبيني بحال خوك شكي لي همك. داودي ديما مظلوم في الاغاني ديالو، انا الباكي انا الشاكي انا اللي مشيتي وسديتو عليا الباب وخليتوني بوحدي والشك طيح. تيقول لها واخا تعيي ما تصوني والله انا ما نجاوبك، بلوكيها بدل تليفون. ولكن بوشعيب الزياني جميل، بوشعيب الزياني تعلم الكمانجه مع القرابه، الغنى عنده كله فيها الطاسه، بيرة ما تتسكر الويسكي ما يفيق الفودكا مات مالك هذا راه بوشعيب روشيرشي سيف. وبوشعيب الزياني عنده في الغنى ديالو السبان زير السمطه لمك وصوقي بيا قال لي لمك عطيني 4000 ولا تبات في الكوميساريه خلا دار ما خرجت عليا. ولكن اللي كيسالي معايا في الغناء هو المريني. المريني في الغناء ديالو تيتمرن يديكم ها هي لمنية ها هي لسرية ها هي
تيكم ها هي لمنية ها هي لسرية ها هي لكل شيء داخلة في خارجة في عمرة داخلة في خارجة في داخلة عمرة وكيعطيو أسماء لبعضياتهم الضنين السفير الهبيش الحنوس الستار الكرسي شكل تخيلوا معايا عبد العالي أنور عنده عرس مزاب وطلبوا ليه العلوة وما حافظش العلوة غيدير لهم بالكلمات ديال المجري قدامي انا المجري قدامي براري صافي مثل البلار براري قديت سيامي يا سيدي وانا مكوية بالنار وكيبداو داك الشيء ديال التباهو في الاعراس الشطيح دوك العيالات اللي تيكون عندهم الذهب كيبداو يشطحوا بحال هكا ويلي والسخافة ويا مصطفى كنت دوبي الدب بزاف ها انت ديك الحلوه غتحطها تما وجيب الاخرى ديال الكوك العيالات المساكن اللي ما عندهمش دبالش باش يتباهاو كيديروا في ابو هاليات مولاها الحنه عاي ولاها السنده عايشه والانواع ديال المكياج هو انواع كاين مكياج قبل الاستقلال كاين مكياج بعد الاستقلال شحال هادي راه كنغلو هشام كتلقى المراه واش ما زربيه هنا كاين اللي كدير واش ما هنا الشكل ديالها بحال انتباه خطر متنوع وعلى ذكر انتباه خطر متنوع فاش كنكونوا غاديين في لوطوروت كتبان لنا واحد البلاكه فيها انتباه ضباب متردد واش الضباب ما تيقش في راسو بان لينا انت كيبغي يخرج تقول لا هادو ديالنا خليهم هادو تخلف كاين تبحت اللي خطا لينا نساء كاين العيالات البحاطيات بين قوسين كاين شي مره كتلقى بوحاطي رجليها قد الراكطه ديال يونس الحيناوي كتقول لك يا اختي كنخاف من قتل سراق الزيت انت راسك تبعك صغير تقتل به طوم وتجيري ومخرج ديال حريم السلطان كاين واحد النوع عاوتاني ديال العيالات كتلقاها جالسه في الدار لابسه داك البينوار ديك الجلابه ديال الفوطه غالبا كيولي الشكل ديالهم بحال بينكي وينكي بيبسي لابساها مغطيها بجوج مان طبايا ريفير كوزن كتاكل في جوج كيلو ديال النافيل نريك جوج كيلو ديال النافيل وكتقول لك يا اختي قسلنا البرد عطاك مصيبه انت شاربه جوج 20 عام ديال الغاز لوحي وقيده تفرقعي هادو هما العيالات المضيافات كتكون جالسه في الدار كتجي عندها صاحبتها كتقولها والله تتحيدي جلابيتك وانت عارفه شنو لابسه تحت الجلابيه احنا المغاربه كنبغيو المراه صح كنغيروا عليها بزاف ما كدويتي مع مول الطاكسي شري طوموبيل ديها مثلا مثلا خودي غاكس فاش كيكون جالس مع كيكون جالس مع الصديقه ديالو في فرنسا هذا تيقولها سي بون سي بون صافي غتمشي تقول لها اتوت الوغ دومان سلامه مشات ماشي حنا اش من سي بون حنا كتكون جالسه معاه بحال هكا كيقول لها ما تقوليش ليا غتحرك تقول لي لا رب انت واش مسطي ولا هادشي ريح الا باغا تريح ممكن باقا ما تحركاتش كيسلم لها تما يلا تهلاي ليا في راسها كيعاودي تما غاديين كيرجع الكونسوماسيون كينشفها ما ديجا جالسي الفوق فهمتي كونسوماسيون 13 درهم ما كيتخلطوش معاهم الناس كتكون الحياه فارغه كيعيشوا الحياه كيسلم عليها عاوتاني حدا القهوه يلا تهلاي في راسك كيعاود يشد الطاكسي طاكسي كيوقف طاكسي كتوقف فيا كيعاود يعطيها واحد اربعه اخرين الله يليا في راسك وسميتو كتركب في الطاكسي تيقول لها بوطون على يديولك التليفون تيدي لها في الطاكسي من الدجاجه اللي منها تليفون واصل كيمشي الطاكسي حتى هي كدور تدري كيبقى غادي الطاكسي حتى كيغبر الطاكسي كيمشي كاع كيجبد التليفون ار وتوصل للدار هايطي ليا صافي ولا ما جاوبتينيش انا عيطت لك في الفيكس